مبروك مبروك يا عروسة، مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا فندم. ميرسي يا خالي. ربنا يتمم بخير. قومي هاتي الشربات يا مجدة. حاضر يا ماما. زي ما اتفقنا، الكتاب والدخلة الخميس الجاي إن شاء الله. وعلى إيه السرعة دي؟ مستعجلين كده ليه؟ أنا مش مستعجل والله، هو بس يعني بس إيه؟ مش ممكن قبل كده يا ممدوح أخويا. بصراحة أنا عمري ما شفت عريس مستعجل بالشكل ده. طب والعفش هتعمله فيه إيه؟ الصحيح. العفش مشكلة يعني؟ نشتريه جاهز من أي محل؟ لا، أنا عايز عفش عمولة. عمولة إزاي يا ابني؟ فين النجار اللي يقدر يخلص العفش في 5 أيام؟ قولي له يا حماتي. على خيرة الله. اتفضل. الشربات يا عريس. شكرا. ما هاتي. اتفضل. دغري وبص قدامك. لا مؤاخذة، ممكن أروح الحمام؟ اتفضل يا ابني. وديله فوطة يا ماجدة. وديله فوطة ازاي؟ ما تودلوش حاجة يا ماجدة. وبعدين معاك يا كامل، مش خطبها خلاص؟ وديله فوطة يا ماجدة. اتفضل. وتشكر. أقول لك على حاجة؟ قولي. اوعى تكون اتورطت في الخطوبة دي. عايز الحق؟ طب تسمع تفسخ الخطوبة فورا؟ استنى يا مجنونة، انا كنت عاوز يدونا فرصة عشان نحب بعض شوية، اخد منك معاد، تشاوري لي من البلكونة، تقابليني على الناصية، نروح السيما ونقعد في اخر صف. يعني نشغل بعض ما نوقفش. يا سلام. ما تجيبي بوس. وبعدين تضحك عليا وتسيبني. ما انا عارفاك. ايه ده؟ عارف ايه؟ باين عليك لعبي زي ابي كامل. ليه؟ هو حاول يعكسك؟ يا سلام، هو يقدر؟ صحيح، ايه اللي هيخليه يقدر يا احمد؟ يلا. هو بيغسل ايديه ولا بيستحمى؟ علي بس هقول لك. لا ما تخافيش. هصوت. مفيش حاجة. هنبه عليهم. أي حاجة يعني. بتعملوا إيه؟ كنت بتعمل إيه؟ كنا بنشمس العيال. خلي دي معاك حياتك. عشان هناك. على فين يا حلاوه؟ عند الاستاذ ممدوح. انت مش عارفني؟ الاستاذ ممدوح ربنا يتر عليه. وعبالك هتجوز الليل. ده انا عايزك مهمه. ايه؟ مفيش داعي تعطليه، اصله دخل يجهز نفسه عشان يروح الفرح. وعلى العموم في استاذ تدينا الدعم منه في العوام اللي جنبنا دي. انا مش فاضيلك، انا هتجوز الولاد. صدقني انا مش هعطلك، انا هاخد من وقتك دقيقه واحده بس. دقيقه واحده. انا عارف الدقيقه دي هتبقى ساعه. اعملي معروف انا جتتي مش خالص. انا مالي ومال جتتك؟ انا جيت ناحيه جتتك خالص. دي كلمه واحده بس، كلمه واحده، كلمه واحده يا اخواتي، كلمه واحده. مسؤوليه وتخلصينا. يا نهار ازيك يا انا هقولها ازاي بس يا اخواتي. منور يا مولانا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. العريس وصل يا استاذ كامل؟ ايوه زمانه جاي ان شاء الله. الواد اتاخر ليه؟ انا خايف لا يفضحنا. لا لا ولا فالك، ما انت عارف انه راح يلبس. اهلا يا مدام، منوره. يا نعيمه حرام عليك، بلاش فضايح، انا لازم امشي. ما هو احمد انا مش مسؤوله من هنا الا لما تفتح. العريس فين يا جماعه؟ انا ورايا فرح تاني. ما تيجي تشوفه يا كامل راح فين. حاضر يا ممكن. لا حول ولا قوه الا بالله. الواد اتاخر ليه؟
يمكن العربيه وقفت منه ولا عمل حادثه. يا رب يكون عمل حادثه ومات فيها احسن من الفضيحه. يا رب. يا ممدوح يا ممدوح، هديت حيلي، دي كلمه واحده بس، كلمه واحده. حرام عليك، سيبيني في حالي بقى. كلمه واحده بس، هقول لك كلمه واحده. خلاص فضحت، اودي وشي فين من مراتي واهلها. يا رب بيت الله يخرب بيته. انا مش قلت لك ان الراجل ده مش بتاع جواز؟ اسمع، اطلع انت اعتذر لهم وانا ماشي. تعالى بس يلا نطلع. اه يا نادل يا جبان، انزل 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 يا نادل يا جبان. طول عمرك عيل، شيل ايدك غصب عني هبقى فاهمك. تفهمني يا مجرم؟ خش خش. الله، اخش ازاي وانا كده؟ خش وانا هتصرف. يلا خش بقى. بسرعة شوية يا اسطى، بس انت العربية اختفت، مش شايفة قدامي. معلش، كأنك ماشي لحد ما نلاقي فرح. رايق انت بتاع الجاز. بقول ايه؟ اتحشم، احسن انا اغيرها. ما تعقدهاش بقى، دي ليلة مفترجة مولد. اعمل حسابك لو في يوم من الايام عينك زغت كده ولا كده هقطم رقبتك. على ايه؟ ده انا غلبان. اهو اهو وقف هنا يا اسطى. شفت ازاي انك كنت ظالم ممدوح؟ الحمد لله، اصبحنا ولاد حلال. دي الرقاصة اللي هترقص فرح ممدوح. رقاصة؟ طب واقفة هنا ليه؟ ما تتفضل جوه. أصل الفرقة بتاعتها اتأخرت وزعلانة وهتروح. لا تروح ازاي؟ ما ترقص على الفرقة اللي هنا وخلاص. بس هدومي كمان مع الفرقة. وماله رقصي كده؟ أو النبي فكرة، ما رقص كده. اتفضلي. عن إذنك؟ هترقص كده. حي. يا ليلى سودة. إيه في؟ لا، أصل في ماسورة في اسكندرية ضربت. ايه؟ الماسوره بتاعت اسكندريه ضربت. يا نهار اسود، ايه الحلوه ده قبل ما يطفش؟ ممدوح افتح، ممدوح افتح، ممدوح افتح، مش هيحصل حاجه. افتح يا راجل، على مسؤوليتكم. على مسؤوليتك. يلا دي مجنونه. يلا يا اخي يلا. قاعد منور كده. يا اخويا اوعى تخيل كده. امر والنبي امر.
دي ولا ايه؟ انا ابدا ولا عمري شفتها. الله يخرب بيتك. هتعقل ولا طربقه؟ هنعقل هنعقل، بس تهزي انت هزي. رأسي حلو يجنن يا حبيبي. هستناكوا بكرة. هتستنينا فين؟ تودينا في ضهر حطلة علي الطلاق لنا مطلة. حكاية الرقصة دي دمايسة قوي، جوزك اتلم عليها منين؟ انا عارفة يا اختي. جميلة جدا وشكيل جدا. مع السلامة، ألف سلامة، مع السلامة حبيبتي. يلا.